مفيش حد، شكله الكل نايم. تمام التمام. مسا مسا، منورة هيلينا، منورة منورة كالعادة. يلا أول جيم خسارة، ليتس جو. الشباب كلهم نايمين ولا شو؟ انا مش فاهم، شكلهم نايمين. ما تاخدش أرلوت، معنى تيريز لصيد. كنت هنعمل ايه؟ بتبث والله. قبل شوية رجعت من الدوام وقلت خليني ابث، مدام ما فيش حاجة اعملها. في كمان واحد دخل على البث، الله اعلم مين هو. اعترف، اظهر نفسك، انت محاصر. نور ريتو، ويلكم. غريبة، رسلان ما عنده اي سكن للشغير للأسف. ما كنتش مهتم بإكسافيار، بس آخر فترة يعني شوف الدمج وغبي، حرفيا دمج وغبي، وبكونتر كتير هيروز. قلت والله ليش لا، ليش ما نلعب بيه. أنا أول مرة جربته ما كنتش بعرف ألعب فيه صح، ما كنتش بعرف أعمل كومبو واحد اتنين تلاتة، حرفيا واحد اتنين تلاتة. حاليا يعني مستمتع فيه شوي. منور يا نوب، منور منور براتس، منور. كيفك والله عايش لحد الآن، عايش نوعا ما. اكسافير ضد اكسافير، انا كمان بستمتع. يب، الهيرو ممتع نوعا ما. اوكي حاصروني هيك، بس مش هستعمل الفليكر. اوكي هيلد مصيبة ضد اكسافير. مين هو الحلو جدا؟ اكسافير، اصدع اكسافير. النوب صار يلعب ساحر. صباح الخير، انا من ماينات الصحراء، بعشق اللعب فيهم.
حاسس راح تجيني مفاجأة الحين من هيلدا نوعا ما. بيي الصوت اليوم تعبان مش عارف ليه، الجو عندنا برد مش طبيعي برا، تقريبا -8 -9. يلا موت. بس لسه الألت تبع من سوق الجمعة. والله أنا بضرب الألت عشان أدمج مش غير. تقريبا مات، تقريبا قتلته. نجيب الكتاب لأنك حرامي. منور منور مصطفى الخاين. عايزين تعملوا بطولة للبنات؟ طب أقوى سما بتقدر تدخل فيه ولا لأ؟ سؤال بيطرح نفسه. أنا نوب سامحك الله. وين بدك تهرب؟ جاي ده بحاول يفرم. انت فين رايح يا روجر؟ روجر وين رايح؟ اساعدكم مين؟ معيش لا مانا ولا اشي، بس عاش ترزلة. ترزلة شغال حلو، ما فيش غير محل واحد بالبطولة واخدت انا. طب اقوى سما بنت، اقوى سما العشق فش تراكول. هل يقدروا ياخدوه؟ العب بحسابي من عيوني، اديني حسابك بلعب فيه، بدخل البطولة. طب لا جد جد يا مصطفى، ما بقدرش انا ادخل فيها البطولة دي. هلعب بنانا ما تقلقش، انا بقدر اخفي نفسي تحت شخصية بنت. البطولة سيرفر مصر عادي، انا بعرف العب نانا بسيرفر مصر. البطولة 8 فرق. لا من عيوني يا زلمة، من عيوني. طب ما تعملوها سيرفر أوروبا. شو المانع يعني؟ نفسي أعرف. المصيبة ين راح يكون الجيم ده؟ انحبسني جي جي. أنا مالي يا اسطى، راح العب على بينج كام؟ 120 مش مشكلة، المهم اقوى سما لازم تشارك. حرام تكون في بطولة وانا ما شاركش فيها. عاش والله، تريزلا شغال حلو. كيفي وان وان تحت. انا مش انت المعلن؟ طب ما تعلن بطولة هيك لأشبه أقوى سما. نجيب عباد الشمس. اوكي دمجتها بس ما ماتتش لسه، ما يجدمش. معقول نساعدهم؟ ما لحقتش. ما فيش دمج، ما فيش. ده جاي علي. بعدين اقول لك يا هيلينا ايش قصة عباد الشمس. هي بنتها قاعدة. استعمل الت وريتري. طلع طلع الحقود. يلا يا حقود ابلع.
خلوني أسرقه تبا لكم. بعدين بنقولك. ما جاتش فيه. عاش ترزلا عاش. وان وان بتفيد. فاكرين بعد بس النوب. ما بتريفاي الكلب. تقولوا ايه يا جدعان؟ اجانا ابراهيم، ارفع ايدك، قاتل مأجور. يلا يا تيرزلا، انت تستطيع تستطيع تستطيع. ولك عاش ولك عاش ولك عاش. على اليوم لو ابراهيم يلعب زيه. سابع احلامي دمجت بس ما ماتتش. بتسيب الكل لتيرزلا. لا تيرزلا كفو عليه، حرفيا كفو عليه. مين عنده باللين اصلا هو؟ اه عنده، شو اسمه الواد؟ ين مسيطر عليه نوعا ما. طيب مالك يا ابراهيم، ارفع ايدك، ارجعوا كده ارجعوا. مفيش دمج، مات. اوف، قريبة قريبة قريبة. وين راحت؟ اوه قريبة. تبا اللي دمجه، شو معه؟ اها عشان هيك معه دمج. بس انا معاي سي دي. طب بيلحق فيا بيلحق فيا. حاقد حاقد حقود حقود. وين العيب بالموضوع؟ انت خبل جد. اخبرهم يا ريتو. اخبرهم. والله إذا إجتني فرصة أجيب سكين للجوجيتسو كايسن، مش عارف، بفكر يا بسكين إكسافير يا سكين شو اسمه الواد جوليان. جوليان عجبني سكنه. تابعت شوي بثوث لموبا زين وشفته بيلعب فيه. السكين نار. عباد الشمس بيعملها مع نفسه. يب مالا، انت في ايد، انت في ايدي اجيب. مصطفى حتى تكتب مش عارف. لا بستريماتك عارف تقرأ، ولا هون عارف شو اسمه تكتب. طلع 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 الخول ده، طلع الخول ده. كمبورة درجة أولى يا اسطى. الكيبورد كيبورد من سوق الجمعة. اسكت يا رسلان. إبراهيم ارفع ايدك يا ابراهيم، خليه يرفع ايده يا مصطفى. ترزلا في موقف عصيب. طيب في مين اجيبه، في مين اجيبه، في مين اجيبه، في مين اجيبه، في مين؟ تبا لها بتتحرك بسرعة دي البنت. لا اجا 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 عباد الشمس. طلع طلع. اوه ابلع يا خول. رسلان قديه للأدب من يوم ما عرفته. ايه قصدك على شو؟ شو شايفني انا؟ في عندي ناس من سيرفر مصر، ما فيش حد غيرك.
من سيرفر مصر، من دولة مصر. يمكن بفلسطين معيب. يب، بالظبط. يا اسطى انت سامع نفسك؟ لا ليه؟ طلع 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 طلع. امسك كل الواد ده. اوه هرب. جي جي عليك، ما فيش حد هون. اقول ان عراق هاني. شو استنى شوي، مش عارف اقرا التعليق الواد ده. كل سبات عيب. يقول ان عراق يعني رمزي معيب. شوي ماتت، شوي ماتت. كيف فعلت الويند؟ هاني رمزي. مين هاني رمزي اصلا؟ دايما كل ما اشوف ريتو لازم اشوف الكلمة دي. طال الواد ده. طلع 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 طلع. مفيش مجال، مفيش مفيش. حاقد عليا، حقود. هو التيم كله ميت. كويس اني ما ضليت عايش. معناها معناها تختلف. مش هاني رمزي اسم. هو ممثل بس تقول معناها بالعراق عيب، ولا معناها غير، ولا ايه؟ انا مش عارف. مش فاهم مين ده اصلا. هاني رمزي احسنت يا ترزلة، بارك الله في جهودك. في عراق عيب. الحمد لله مش فاتحين ستريم بشو اسمه بالعراق. وعليكم السلام، منور منور نايت فيوري. يوسف يوسف انت كنت طول اليوم تدعي فيا لجيم، بدك يعني ادخل سيرفر مصر. صرت ادور على سكوادات روسية عشان اوصل معهم ميثيك جلوري. انا وصلت حدودي بالسولو، مش قادر اطلع اكتر من هيك. واو بيلعب بألدوس. معي واحد من ميا نمر. ليتس جو. اقسم بالله سيرفر روسيا سيرفر عقيم. بده جنجل. تمام. طب شو تركتو الميج؟ ميج تاني يا ابراهيم. موعب موعب عند الطفل قبل الكبير يقول. ما تلعب معاه على مصر معيب. عيب العب بنانا. انا زيت نانا. انت يا ابراهيم تسكت حرفيا. ده انا كاريته بنانا بسيرفره. تبا له. نلعب كاجورا. لا كلمة عادي. انتوا عندكم عيب، عندنا عادي. اي كلمة قصدك عليها اللي قلتها انا قبل شوي؟ مو عيب ولا حاجة. تمن مشاهدين، يسعد الله. انا ما شفتش هالرقم، صار لي كم مش عارف اسبوع تقريبا. دايما باللين كديت محا بيتريفاي. جي جي. طيب بنحاول. هاني رمزي. طب هاني رمزي، هاني رمزي اسم. شو لعب فيه؟ انا مش فاهم. خلاص خلاص فككم فككم من الموضوع ده، هذا موضوع تاني. منورين احلى ناس بالبث. والله انت انت اللي منور. تقول عن ابراهيم منور. انت صاحي؟
نضيع له الباسيف. محل الاثنين يلا اقتلوها 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 اقتلها، كفو عليك. ضيع لها الباسيف، دمجوها. لهم السبب، مفاجأة سكتوا، كلهم طلعوا شكلهم ما لحقناش نفرح. تنوب اخ عليك يا ابراهيم، امتى بتكبر الله اعلم. الواد ده بالثانوية ولساته بعقل طفل، موجودين نتفرج الاحتراف. تمام. اروح اساعد الواد ده، معيش سكنت، تبا لحياتي. يا ديروث حقود حقود مثل ما قريته. تمام. بس لينا تتفرج وتقول شلون اصير محترفة. هيلينا محترفة، بتلعب احسن من شو اسمه الواد ابراهيم. تخيل ابراهيم يطلع شوكولاتة وهيلينا تطلع جولد. خطفها بعيد، اه على الفرستاية بتاعتك. هيهي ابلعي. ابراهيم اصلا ما حاسبينه على اللاعبين. لا ابراهيم بينزل بطات. قررت ابقى على فلورين. والله فلورين حلوة، والله فلورين كويسة. الهيرو الوحيد اللي لحد الان ما بلعتش ولا نرف. اللهم كمية بفات بلعت من اول ما نزلت. اول ما نزلت كانت ضعيفة صراحة، الالت ما كانش بهيل اصلا. حاليا اشي فخم. خليك على فلورين، والله كويسة. قال ما فيها بتنفضحيش زي ابراهيم كل شوي بيلعب بهير وبيطلع فيه صفيحة او شو اسمه شوكولاتة. اه يب، راح ينزل لها سكن شو اسمه، سكن إليت. بس السكن حلو، أحلى من سكن الهيلو كيت بتاعها اللي نزل. أنا عايز أبعتلها السكن ده، بس اقنعها يا ريتو، تعال إنها بتستاهل السكن ده. أنا عايز أشغل ألتي على مين؟ فين هدي؟ توري بلو كيلو. جي جي، جبنا الايتم ده. نضايل نجيب الكلوك اوف ديستيني. لا لا، هيلينا تستاهل. يب راح ابعت لك اياه يعني بدون ما تسألي. هي سهلة.
مسكين ابراهيم ماكل تنمر وما جاي. يا اسطى ابراهيم لسه بعقل طفل، بيقول نوبل الناس، هو بنفسه يعني بيطلع صفيحة وشوكولاتة بكل جيم بيلعبه، صح ولا لا؟ يا نايتي فيوري لازم يتعلم من اخطائه ويقول اه انا نوب لازم اتحسن ومش عارف ايه. لا معيش دمج لسه، محتاج الجلوك اوف ديستني والجينيوس واند. اوكي جابوها. اصبر يا ين. اوه عاش، ولك عاش ديروس، ديروس الديروس ديروث. يا اسطى بموت قدامها ولا ساعدني كاني من مش موجودة. معلش معلش يا هيلينا، معلش معلش، لساته لساته بيحاول يحترف اللعبة، مفكر راح يحترفها بشهرين ولا أسبوعين، ما بيعرفش إن في ناس أقل حاجة لعبتها 4 سنين اللعبة ولساته مش محترفة كل شيء. كان عندي دمج على هاي. يعني الناس احيانا لازم تعترف انها نوبة. لا ابراهيم انا عملت ومش عارف ايه وكلام فاضي. مين اللي بيفرم؟ هنبي كان نروح نوان شوت هنبي ونرجع. شت داون نايس. والله ما عرفت ان عندها شت داون. انا بتسب فيا. اصبر يا هنبي لسه هاي البداية يا هنبي. توري توري يا ين. عاش. ايوه مثلي انا معترف اني نوبة. لا لا بالنسبة يعني يلي بتلعبيها فلورين انت فاهمة ازاي تلعبي فيها وكويس. لساتك ايبك يعني او ليجند، مستواك كويس. بس بالنسبة لإبراهيم كل شوية بيلعب بهيرو جديد، هو الهيرو اللي لعبه قبل يعني لساته نوب فيه ومصر انه على انه محترف. ف خلاص كلامك صحيح يا ريتو، النوب بيتحسن، بس إبراهيم بيمشي العكس. اه دايروث يعني ابراهيم شاف نفسه بيجيب منيك بمارتس، خلاص انا ختمت اللعبة ومش عارف ايه. طب عادي انا جايب 100 سافج تقريبا، 125 سافج تقريبا، ما بقولش حاجة. انا بحاول يعني احترف اللعبة قد ما اقدر، يعني وصلت معايا لحد فاني، لحد ما صرت العب بفاني، لساتني بتدرب عليها، لعب فيها 140 ماتش. أصعب هيرو باللعبة هي الهيرو الوحيد اللي عنده الديفيكت لي فول، بس هذا مش عارف شاف نفسه بيعرف يلعب أورورا ولا حبة في أورورا كمان. اوكي هاي جبناها عنا، يلا شغلكم بقى. احكي لهم على لعبة فاني. والله كفو عليك كفو عليك يا ريتو فاني، انا ما توقعتهاش، فكرتك راح مش عارف تعمل ايه. والله طلعت يعني ها فاهم شوي بفاني، مش احتراف احتراف بس فاهم بيها. أخدنا اللورد. عاش. رجعين. لا تولى الأمورين.
جبنا الجينيوس واند، المفروض يعني اوان شوت اي حد بشوفه قدام اشوف ماتيلدا. شو معاها ماتيلدا؟ معاها اوكي. لا مش هقدر اشوف وان شوتها، بس في ثاموس. اسحب لي ثاموس بعينك الله. عاش على كده يروث. اكونت الحالي اصلا كنت بتدرب عليه بفاني، بس اكونت الاساسي اتبند والله. اكونت ده التاني، اول اكونت نسيت اربطه بحساب لما حذفت اللعبة، كان على سكين نانا مع شو اسمه سيزون 1 مع العلامة بتاعتها، وسكين الوكارد سيزون 2 بس راح. ما عجبتنيش اللعبة اول ما نزلتها، شفتها يعني معقدة شوي، بس بعديها رجعت تاني حملت اللعبة وعجبتني يعني. ماتت؟ ما ماتتش. انا اليوم نوعا ما رايق يعني، ما فيش صياح بالمرة كده. لازم احاول اجيب. اوكي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ديجي، ايه ده؟ صلي على النبي يا ديجي. ارجعي. وي 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 هنبي وي هنبي. انا اهرتني ماتلدا، قلت خلينا ادخل اقتلها، يمكن ديجي معه قلت يسحبني. يلاين اها. معداش من الحيطة. عجبتني كتير كاغورا والله، بتجنن والله. أنا من أكتر الهيروز اللي بحبها كاغورا، عشان عندها موبيليتي وعندها دامج وعندها كتير أشياء. أنا بحب ألعب بالميج، في كتير هيروز بحب ألعب فيهم بالميج. حارث، كاغورا، أورورا، مين كمان مش عارف، كتير ميجات بحب ألعب فيهم. إكسافير، كلهم ممتعين. أورورا الممتع فيها إنك تلعب بالسكن الكي أوف، بدون سكن الكي أوف مش عارف، مش حاسس بالمتعة. ارجعي. هربت. تبا لك يا كارينا. خلاص لازم ألعب جد. هيلينا دخل جيم، دخلنا جيم أنا ورسان ويوسف، واحد أخد جنجل، أخدنا ليلى وهنبي ومية ترول. أنا أخدت شو اسمه مية، قلت لازم نشد نسرق بفات لينج اللي معنا. لا ما ربحناش، كل واحد فينا طلع شوكولاتة. احنا كنا عايزين نلعب جنجل، ما اعطناش مجال، واحد اوكراني عقيم. ف ارجع ديجي، كفو عليك يا ديجي شواحة. تعالي لازم اركز شوي. كفو عليك، ارجعي. ما قلت لك ارجع.
1 2 3 تيست تيستو 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 تيستو. اوكي الحين المفروض في صوت. مش عارف البرنامج اخر فترة ليش هيك قلب عليا. بس الحين المفروض شغال كويس الصوت. ياب ياب يلا كمان. في صوت رجع. اوكي الجيم خسارة شكله. Welcome to server Russia. Welcome to server Russia. ما في برامج غيره هو. لا الحين في صوت. الصوت تمام. يلا انا زهقت حاجة اسمها ين. انا زهقت حاجة اسمها ين. نفسي العب جيم ما يكونش فيه ين. هنلعب زي لونج على بينج 20 معنا اورورا 240. ألدس عنا رومر مش عارف ازاي. عايز اخد المنيون يا سيد ديانج. المفروض اقدر اجيبها. ابلعه. هو مصطفى هيفتح اللايف اليوم؟ والله ما بعرف، اسأله بالجروب. يبقى اللي هيفتح. اوكي يعني في كاستمات الليلة. نتدرب على زيلونج عشان الكاستمات. فتحنا الألت. هو في كلمة مجاني اسمه لانس. يب زي ما قلت كلمة مجاني اسمه يان لانس. تاخدوا اللورد انا هحمل لين. عفاني واجي ضدك. ماشي من عيوني يعني. عايز واي 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 واي. انا سوري انا سوري انا سوري. يلا يا لانس سوق الجمعة اللي معنا. ك
اوكي هما راح يجوا وراي على الاغلب. تعالي ابلع شت داون. لا 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 انا لساتني فتى صغير على الموت. هو رجع أخيرا. أنصحك بزايلونج سواير. بلعب بحب ألعب فيه سبرنت عشان ألف الخريطة 3 مرات. لازم ألعب فيه سواير المرة الجاية على ستريم مصطفى متسويها. أنا معي نوعا ما تيم على الله. هذا كفو أورورا. لازم اشوف شو حل هالبرنامج، ليش هيك بضلوا يجي بج؟ انا مش عارف. اوتو بان زايلونج؟ لا 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 لا، اللي ببند زايلونج هزعل منه. انا يعني نازل على سيرفركم وعايزين تبندولي الماين السيرفر المصري؟ يعني انا بالعافية بلعب عليه على بينج 110. هتختفي دلوقتي وانا اجي لهيك. تبا لك على هيك سرقة. طب انا محتاج عشان السكند فعلها اسرع نجيبها. طب خلاص لاني بحبك. بس ايوه انا عايز برضو يعني اعمل كونتنت وانا قاعد شو اسمه بلعب بزايلونج. ما شفتنيش كيف انا كنت بحط راسي براسكم بغدر فيكم. للاسف خدنا اللورد. اخ تبا للتعليق والله مصيبة التعليق. كيفي لاندسون هو راح يجيني. ارجع 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 كنت بستنى فيه. ابلعي بكفي. بس انت بتلف من عند البيز بتاعتنا. ما نكون بشغل شو اسمه الالت مع السبرنت والف لكم بس عشان اخضر شخص واحد قدام ديلر.
وهيك المفروض يعني اي واحد بيلعب زي لونج. استراتيجية زي لونج الخاصة بي دي، انت راح عليك وانا بلحق في الواد سيعه، كان بيلعب لينج نازل يعني تراي هارد عليا، كان بروح باخد بفاته. عاش، ثانك يو. أرورا لعبت حلو، ألدس لعب حلو، الباقي نا. كوبون 100 جوهرة راح ب60 داهية. شكرا يا موبايل ليجند على قطعة واحدة. لا شفت. شفت. ايوه ده استراتيجيتي لما العب زي لونج، بس بحبش حدا يعني يعني بالكاستمات كيف اقول لك يفوكسوا علي عشان بلعب على سيرفرهم ومش عارف شو مجلطهم. مش قصة انه سيعه قد كده ولا مش قد كده، انا بلعب هيك يعني فور فن بالكاستمز. انا بعد اللي صار معاي اخر مره لما لعبت تراي هارد ونزل معاي تيم بهايم قلت خلاص انا لحد هون وجي جي. ما بحب العب تراي هارد، خلاص بطلت احب العب تراي هارد. لو يلعبوا على سيرفر الكاستم بنزل لهم تراي هارد من عيوني، بنزل لينك وفاني ومين كمان، بكات كتيرة فيه. بلعب موسكوف كمان، بلعب جوينيفر، بلعب تشو، بس محدش راح ينزل سيرفري، تبا لحياتي. سادو رب العباد. هلينا ليه مش بتلعب في كاستمات مصطفى؟ اعتقد ما بدها يعني تتنرفز منا. ضد باللين بياتريكس برايم زي لونج جانجل تمام نوعا ما، تمام محمش مش ميج. لا انا انا بكفركم في سيرفركم، كل اللي بلعبه زي لونج. ماله زي لونج، اخرب بكيف اللعبة باخدها وبعمل عليكم هيك يعني، ولا لازم ارحمكم حتى في سيرفركم؟ مش سيرفركم ده بتلعبوا على بينج 10 ومش عارف ايه. يوسف انت شايف اذا حد انه بيلعب بشبه في مسب. بعد اللي حصل لي اخر مرة يا هيلينا لما لعبت تراي هارد قدام شو اسمه في ستريم مصطفى، اخرها محدش غيري كان بيلعب، هاي قلت وقتها هي خلاص دي اخر مرة بلعب فيها جد بالمكستمات. بياتريكس بتلعب اوتو بيسك، بس انا عايز افرم بياتريكس مش فاضيلكي. انا اذا انزل كاستم لازم اكون معاك او مع طارق عشان محدش يشتمني. انا ما بشتمش، بس بنرفز باللعب بالكاستمات. خوف رجعي علي زي ما قلت.
أخيرا رجع، أخيرا. بعد الجيم ده هفتح من برنامج تاني. أنا صراحة جلطنا البرنامج هذا. مع اني عامل شغل حلو الجيم ده، بس يا سبحان الله 11-1-6. بس البرنامج بيعلق، الله اعلم ليه، الله اعلم. استنى الويفا، جي جي. بس الرسل لما تكون فاضي ممكن تشرح لي بازف نتان. اوكي مش مشكلة، بشرح ثواني. الحين راح اقفل هذا البث وافتح من ام لتركيد. اصبر شوي، راح اعمل بث ثاني.